نفت بني آدمك ولقد ما يسنجارين مال سرى مركا لغرابه إلهي سبحانه وتعالى مركا يستوس ولا طعام وشي مويه ما في رين تشري وحيانها كلها بيئات جاهلية وقف كان وإيحو هذا قال لي كلي وقف وحوا ناكسن إنو سمعي وكي نكرتو حد بعقيدة دي سيمان كي سيدو ليجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. داوديال وكلن كي جمعها حلقي شنات حلقة سلسلة دي أن نقوم قعدرني ماذا بعد الحق إلا الضلال. حلقة نعاوحان كجهل لنا تسالوين عملي أنكسوا قاضنا إن نلش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يا صدى أي أدبقين مجال كأخلاق ده أما قد يد أخلاق ده يقيم كسيدنا رشد وقد بقين حلقة ده وحقيقة لقي بقلها الدكتور عثمان عبد الله الرابلة الدكتور عبد الرحمن داهر أويس الدكتور عثمان وحد بالنوع عديسة أخلاق داس يقيم كسيدة أي صحابة رضوان الله تعالى عليهم نرشد وقد بقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام عن أغنها صحابة الرسول صلوات الله وسلام عليه ورسول كده حجوجي القرآن كان أقصو دقيقي إن يهين تصالها الإسلام سلوا طبقة وحال إسكي جب هاي هينة صورة ده ما حين نكون إيش تصالا يوهايين أرنت عن هذا كهل لين وأخلاق ده وحال وحي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس القرآن كما حديث الرسول كلو فري وإن أخلاق يدقن يأسلوب أي كتكتان لفري سيد أولى فالجلي جيران وأين واقع أوضاً أي أقول ترجمة جيران تاس ورنتي تصالة وآه وفق عقيدة الإسلام كمركي قلبي جيسة دكتو إيمان كقلبي جيسة مركو دكو سي نلشي سدن أي إسو بدل إيسو لقن كيسة دن أو إسو بدل إيو وحان دور تصالة أيان كسو قادة دونا نلشي صحابة ده تصالة وتصالة أقوه الرأي وحا جرتي أرنت آد مقشينو إن بادن منافقين تا إن حاسسك رسولك حاسك ميده عائشة رضي الله عنها أي تهمة أسود جيدية بعض الأه طبعا ما دام وحي يقول أسود دقين دد باكو ساموبي أو ورك الرن أماليه وحاك ميدها أبي بكر رضي الله عنه ميد أي قرابة هايين ومهاجرين تكميده فقراءها أو أسيقبا ومصروف جري أي دد كي حوغاه هذا الله أي كتاقين أو أرين ترن أمودي كميدها أي ذي قرآن كماركي سود دقين وعائشة بريالي وحان منافقين تا بين أي أبولين إني تهي وبرك يهي أبي بكر وحناغي وحوكو حناغي مستح بالمارتي لديه جري نين كاسه ويريح الدوبة وخلط كاس قلي ما انتك بعدي منا مسروفاي شغن اسكم له آيات باس يودك تيوليري ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرى والمساكين والمهاجرين آيات إلهي أوليهي دتك مؤمنين توفي عن دتك إحسان كأي أسمين يين ومهاجرين تأها ييسن معرتك إحسان كديسن ومي ييسن جعلا أيق بين إلهي ودم بدافع وفكان واخل دمي هذا نواتوبة كان إلها ودم بدافع موسن جعلا معرتين أسرع دم بلود دافع حد أبي بكر وقرننا أرجع ويري ها إله وإنت دم بدافع توارها صادر تهذا ما أنت وحي كذا بيا نفقة يوحن إحسان وسميني كجويمي وأنتي إنك سيف يعني وسمية بل هذا فيري أبي بكر وآد قبل دي سوى وحن الأفلا قادي آد بوحنا ولد داوعي شرفتي سيال داوعي تاس أنا ككنتي إنه سايدا لكن على مرك وفري توجيه كله تسأله كله ووح أسوق كله كوه بون وح الله عردي كجرتي داوعي شرفتي قيسكي سلوك جيستي وحي أن أنت أسكي إلوبي أي أمارتي أمرك الله سيدا عجيبك وقاتي تاس مدبا إهيدي تسالها كلون سوق هذا إنه وحوي آيات قرآن ها سوى دكتي سورة آل عمران كجرته وقال لي هي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سما فالك يوناق قفك مسلم كي لقربه هيرك أغسر رأي مكا جاري كرو جارو هنتديسه
ugu jecel yahay oo sadaqaysto baxsada waa arin weyn qofka sadaqa iyo waxa laakiin tii ugu jirtay maalkiisa in uu sadaqaysto xooga waxay u baahan tahay iimaan heer sare ah aayad saasku ugu baaqaysa dadka muslimiinta ayaa timiday abu dalha oo ansaarta ka mid ahay radiyallahu anhu ayaa waxa markuu aayaddii akhriyay aayadda ilaahay waxay leedahay biriga samafalka ugu fiican gaari maysid waxa aad ugu jeceshay haddaadan bixin rasuulku uu yimid salawaatullahi wasalaamu calayh rasuulkayow waxaan ugu jeclahay hantideyda beer bayruuxa la dhahayo weliba masaa'idka rasuulka kasoo horjeedo oo rasuulkaba salawaatullahi waqtiga kulaylka iyada intuu tagay hooskeeda uu harsa jiray miraheedana uu maaragtay cuni jiray beer saas loo jecel yahay ka tilmaamana taasaan ugu jeclahay buu yidhi taas maanta waxaan markhaati kaaga dhigaa waa sadaqaystay beertaas bal fiiri sida isla markii ay ula falgaleen waa cajiib sidoo kale waxaa jirtay maaragtay rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi waqtigiisii cumar binu khidaab isagana aayaddaas maqlay markaasaa wuxuu yidhi maal waxaan ugu jeclahay saami oo maaragtay khaybar oo meeshii yahuudda lagala wareegay ah rasuulka ilaahayow waan sadaqaysanaa rasuulka marka wuxuu yidhi si sadaqada weligeed ay kugu socoto asalkii aad ahay laakiin wixii kasoo go'a sanad kastaba sadaqayso sidaasuu rasuulka kula taliyey cumar sidiibuu yeelay intaasoo dhan marka maxayna tusayaan waxayna tusayaan waxa weeye saxaabada maxaa ku bixiyey qof hantidiisii wuxuu ugu qaalisanaa inuu bixiyo maxaa ku bixiyey arrin uu ka dhaartay uu aada ugu xanaagsanaa qof dhaawac sharafkiisa u geystay inuu tuuro waxaan arrin waxay ka tarjumay iimaankooda meesha uu le-eka caqiidada qalbigooda degtay sidaas unbaana waxa kali oo qof waxa wanaagsan inuu sameeyo ku keeni karto hadba caqiidadiisa iimaankiisa intuu leegay jazaka allahu khayran doctor cabdiraxmaan inta doctor cusmaan uu sheegay maxaa ku daraysaa tusaale kale markaan qur-aanka sida alla subxaanahu watacaala uga hadlay saxaabada siday ugu xirnayd ay isugu xirnayd caqiid akhlaaqda iyo iimaanka taqwada ilaahay siday isugu xirnayd alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wasayajannabuha alatqa wuxuu ka soo hadlay naar oo rasuulka ka digay oo alla ka digay naaran taladba laa yaslaahaa ila alashqa ma gelayo mid hoogay maahay wasayujannabuha alatqa kan taqwada badanna alla subxaanahu watacaala naartaas uga fogeynaya kee weeye kaasi alladii yu'tii maalahu yatazakka maalkii soo bixina u sadaqaysana dadkii mudanu siina dadka u baahana u siina yatazakka si uu isugu daxiro si uu isugu nadiifiyo ayuu u bixina wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza dadka uu siinahayana kama mid ahaa qof uu isaga shalay wax taray amaal ku lahaa wax siiyey gacan ku lahaa oo uga celinayo uga amaal marinayo wixii shalay wanaagii uu u sameeyey maanta uu saa uma bixinayo laakiin wuxuu u bixinayaa ila ibtigaaa wajhi rabbihi alacla allihii sarraynta badnaa abaalkiisa iyo la kulankiisa iyo maa cindahu alla agtiisa wixii ah oo ajar ah oo amaal ah oo raalli aansho ah oo jannadii ah ayuu rajaynayaa waxaa ku bixinaya inuu maalkii uu bixiyo waa intaa wey gacan qof kuleeyahay ku bixima ha lagu arko ha lagu sheegsheego yacni ismuuja adiga waxuma bixinahay dadkaas maa ilaa ay ka ahaato waxbixinta noocaasa inay wax u bixiyaan oo ay sidaas ay ula qabsadaan nusuustii ilaa ay ka ahaato sifo ay ku sifaysan yihiin oo aan ka guuraynin
يعني أي نلاش هذا إنت كارتي إيه وسأرية سداس درتين يعني وحوي صحابتي رضي الله عنهم ساس أي لقان كودو أها ساس أي صفو أهيد إن وحي حما ولوغة ديجينا أي كتغا وكفو هذا وحي توجيهات أخلاقيات وأخلاقيات الإيمان وتوجيهات الله السيو الله فرنا أي سيدي تحي وضبقان وولي مادان أي مارة وحوي ونقطي ساس أي كسف اسمعي قاب كان أكسو هذا الشان وسيدة أي كتمي تكاليف الإسلام كان تكاليف الإسلام كان وحاكم ده أخلاق ده أخلاق دهنا وحاكو قطن تا إلهي سبحانه وتعالى وكلجي عبادة ده إيه الله نماذا لوغونية دكتور عبد الرحمن محاك لو أنت هكو سيد ريسا وحي علي الله فري أخلاقيات كأحا وقرآن كو الله سبحانه وتعالى وكفري بن أدوميز وحاكم ده إن عدالة دا لا إلهي عدالة إن لا تحقيقية عدالة دي ألا عدالة دي إسلام كو فري إن لا تحقيقية في الأرض صحابة أنا رساس هي لغو تربية وحالغو تربية يوليري يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يعني آيات داس أيها لغو تربية وإسلام كو تربية سيدي أيين أوقاته سيدي أيين أفلي ما فيرين كرين وحيراها كلا عبيئاتك جاهلية وقف كان وإيحو أذا قال لي أذا ما تحوقك هيا قف كان أذا سلطاتي هيا قف كان وإيحو قف كان دريس فيري قف كان مصلحة فير صادقة دات فير سنية ما ينهي أيضا سيدة الله أفرأي توجيهاتك وقسي أي وقاته مثالان هذا نصوغ هذا عبد الله بن رواح رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام خيبر مركي لفرط وصوغ شيء عنتي إسلامك أساق له قصفتك يهودي انتشرين وحيرين من كان عن حوالة لوشة أنو أرورينو أنسينو سي او مارت وحوي نوغو دمشيو سي او مارت نوغو ترو سي او وناغ نوغو سمييو سي او سنوغو عدد كاين تعامل كي معامل هذا مركو اي مادين ايو وحو كويسا غيساوتا تربية دي سوكا اندلاقايا وحي سفاو نقطي تربية دي وكو سفاو بي اصاو مارتو كا اندلاقايا ايو وحو يري اذين انو وحان كايميد أحب الخلق إلي إذن كنا وحاتين أبغض الخلق إلي أيتي سيداس درتين إناتين أبغض الخلق إلي أسونا أوي هاي أحب الخلق إلي حبك عن شاء الله يا سقا ينعيب كان دي نعب هاي دينك إغرهي بمين إنان سميه عدالة معاملة أن بيم وهذاشيو وأن عدلجي رباني جها إذين حقيشيو إدريب تاسمحي توصينة وحي توصينة يساوي حوية تتكي صحابة رضوان الله عليه عنهم إنه الله سبحانه وتعالى تربيهي رسولك تربيهي منهجك قويم كأها لقو تربيهي منهج كسيارة كسو ساري سيداس كسو ساري ووحان ما انت لغفلين قولاك كستو ان لغفلين بيئة جاهلية ان لغفلين بيئة ان لغفلين اي بيئة كلا ان لغفلين وحكا ليه لغوية قانا المسلمين وي عبد الله بن رواح مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ايو كسو بحي منهج كيال لغو تربيهي إسلام كي أي أساس كي يلي تصالحاس وناكسن أيون بحيي وكبحيي أخلاقيات كي لغو تربية دعوة قيمة أي لا ذهي حق إيمانيا أود الدينك
دين كان أودي سوحه كسر ليسينه هاي أود إلهي سبحانه وتعالى تطر عثمان محايتا راعنه وحان كسوك بقبيل لها تسالوينك الله سبحانه وتعالى صحابة انتو وحيك سمادة كفرنا للسحة لنا براي أخلاق ذا وحا اي تهي اي سيدي دين تو دي عقيدة ذو وحران تهي تسالها عجيبك دور آيادوت وصورة نساء كميدة هي إلهي وحيوسو الدجيي ني يهودي وشيء سنقبن لا دمعي قولا اي دمعين انكو ما سبتان بريليديسة أيها الكسود دقين قولا أن كمدا أوسي خزرج كي أنصارته ووليدت كي كل عصبايو إسلام كسوق له ولي أوسن سفي عن أقصو قنارين أيها وحا من أيها كمدا وحا ضي وهدي رسول كلو قينا إن محانكو إرادة حدي وفينا كعانت لقوين هي كبقاي أيها وحي أساريين نين يهودة وماشا كدواي أو لو ملايكا رأسك علابتي نوقاتي رسولك الله كان صلوات الله وسلم علي أيقا مارتي وحير هذين ومرقاتك عاي نينكا يهودة إنو علابتا سقاضي وصن نينكا أيقا عدو ذا وصن قاضي وحيبا سود دقي هذا قرآن سود دقي أو برييليا نينك يهودة إيد نساريا كوي إستدادكي مسلمين تا كمدها أو وليب السمعد لها أو لا لها إذا في عن بيكو جران ني يهودي أمرك هربا داد وحي يهود رسولك كل ديجين لأوجيه سلوات الله يسا وحي شرقال ديجين إني الدلان اسكت ديجين وحي الدقال وردنا يسوء أبابولين أو وحايا راتي رسولك يوحايا أي سنجرين وإحترامه ومرك هربا عدوء إن لا سعره عقلك عادي أساسه كين لها لكن الله سبحانه وتعالى تتكي مسلمين تهرب الله فرأي آيادها سآيادها كهرأي أو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سأسل لغة دقي مسلم ها هذا قال هذا هداد وحكم يسو سيد عدالة وقرصورك وقفك حق لن حق لسينا قال هذا أما مسلم ها هذا كانك لن لغة قاضي هي لغة تربية آيادها سأسود دقي وحوي لقن كيدتك مسلمين تمانين تالغة بالله وحو النقضي إن بدن با سدح يتوان كي قرني أو إسلام كالغو دغم جري مجتمع مسلم كا يهود باكو نولا جرتي كريستان باكو نولا جري أهل كتاب بالده جري سداسة عدالة أين ملك الولي قد كهلين أي أقوهل جرين سدا يدا إلى حال الحد أما عدالة إلى حد أسقاري سو إني مسلمين تا أي التزامان وحي أكاني وحي هذي عقيدة دا إيمان كقلب قودة دقي إيوه وح الله وسود الجي مدام كاس عيلهاس إني سيدو أوقاتان ملا غي يا أبو مركم مال كله وعدالة اللي شيء قدون كنا نقباق على جهلية ورسمية إلا إسلامكم هم حير أرنتان عقيدة يكون حرمته واحد من كهل لي نوعه سيدو هذا قفك دقن كيسة وححن وأي كميتة ظلم إحدى أي كميتة إنه كتقو وعدالة أمانة مهم كأخلاق ده لرحبا وصدق قطه أفوليوس ووحكا لو فيرين قفك عقيدة دي سأمباكو بحكرة إيمان كي سأمباكو بحكرة صدق آيالها سوغين نفت بن آدن كولي قد ما يسنقارين ميل سارة مركة لغرهيبو إلهي سبحانه وتعالى مركة ستوسي ولطا عامو شي موية مركة او استاكتي نفتو إلهي درتي مركة او كعدي أين كرر رأتي وحكستو إله سبحانه وتعالى كصهره أي نفط إنسان كأي جارتي مال آديات أسرس مرك أي نفط درنتي عبسد إله سبحانه وتعالى إن كل جس أي كعبسته يوم مرك أي درنتي إن إله سبحانه وتعالى وضال عنايا وحكستو ضميرك كشرة وحكستو قلبك إنسان كشرة مرك أي نفط سدا أي درنتي أي نفط سدا هذا اللي جسوا شكينا صحابة تاريخ ده إن الله شهد أيو نفت بني أدك ما شاسر أي قارتي سيد إلهي سبحانه وتعالى أوليها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون دعوة ديال حان هلكا كسو قبل قبينينا لقاء أني أنعوى أجهل ديني أخلاق دا إيو
قيم كإسلام كسيدة نرش الصحابة ده أجمع وقت أنت عن حلقة حتى كل ما ينوح عن إذن كجتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته